لكل الراغبين في تعلم أي لغة مهما كانت، سواء فرنسية أو الإنجليزية الإسبانية، فلا بد من الاستفادة من القاموس، سواء كان قاموسا ورقيا أو قاموس رقمي. فلا بد من الاستفادة من التكنولوجيا في هذا العصر واستخدام القاموس الرقمي الذي هو عبارة عن تطبيق لأجهزة المحمول، الهاتف النقال أو السمارتفون، أيضا أجهزة ذكية. هناك قواميس رائعة جدا تحملها معك على هاتفك وتستفيد من كل لحظة تسمع فيها كلمة، تقوم مباشرة بترجمتها وفهم معناها، أيضا استماع لطريقة النطق. هذه القواميس يجب على كل متعلم أن تكون على هاتفه لكي يستفيد ويتعلم في أي وقت تسنح له الفرصة، أو عندما يتساءل عن كلمة معينة مثلا، فلا بد أن يقف في تلك اللحظة ويقوم بترسيخ تلك الكلمة في الذهن بعد ترجمتها والاستماع لطريقة النطق.